بعد الخلافات التي شبت بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير داخليته فتحي باشا آغا، ليصل الأمر برئيس حكومة السخيرات لإقالة وزير داخليته، وليظهر الأخير مرتديا معطف الوطنية متفاخرا بما قام به، وكأنه تناسى أنه متورط رفقة رئيسه في جلب المستعمر الغاشم والمرتزقة الإرهابيين. وكالة نوفا الإيطالية قالت بأن الخلاف أظهر انشقاقات واسعة، ولم يقف الخلاف بين ميليشيات طرابلس ومصراتة فقط، بل وصل الأمر إلى خلافات كبيرة داخل مدينة مصراتة. الوكالة الإيطالية أضافت أن مدينة مصراتة لا تقف كلها في صف باشا آغا، خصوصا بعد أن نجح السراج في زرع الشقاق بين قيادات مصراتة، وذلك بعد أن صدر قرار إيقاف باشا آغا بحضور وموافقة أحمد معيتيك، وأيد القرار أيضا خاله ورئيس مجلس الدولة السابق عبد الرحمن السويحلي. وكالة نوفا أكدت أن مصراتة تشهد خلافا كبيرا بين قبيلة السويحلي وعائلة باشا آغا، وتأكيدا لذلك نقلت الصحيفة عن السويحلي قوله بعد قرار السراج بأن قرارات المجلس الرئاسي ملزمة لكافة أعضاء الحكومة، مشيرا إلى أن رفضها يستلزم الإقالة بصرف النظر عن صوابها من عدمه، في إشارة إلى موافقته على إقصاء باشا آغا. ونشرت الوكالة أن ميليشيات إرهابية من طرابلس أعلنت تأييدها لقرار السراج واتهام باشا آغا بمحاولة تصفية كتائب طرابلس من أجل السيطرة على الحكومة بمساعدة تنظيم الإخوان الإرهابي، واتهمت ميليشيا قوة حماية طرابلس التابعة للسراج باشا آغا والإخوان بالسعي نحو الحكم بأي طريقة. وأضافت الميليشيا بأن هناك من يريد أن ينحرف بالمظاهرات واستخدامها لصالحه على غرار جماعة الشر الإخوان المتأسلمين، مشيرة إلى أن ما يعزز ذلك هو البيانات المتضاربة التي صدرت من وزير الداخلية الموقوف. ويبقى السؤال دون إجابة، من سيتغلب على الآخر؟ وماذا ستفعل حاميتهم الدولة العثمانية الغابرة الزائلة؟ وبكل الأحوال على الباغي تدور الدوائر.